مباراة ممتعة، وبالتأكيد كل الأنظار على أبرز نجوم العالم في هذا اللقاء. وعلي الباهي قائمة نجوم النصر والهلال في هذه المباراة. محظوظ بصراحة من جاء إلى ملعب الملك فهد الدولي اليوم ليشاهد هذه الليلة الكبيرة للغاية وهذا الحدث العال. ليو ضم ضد كريستيانو، ميسي ونيمار، صراع المهارات. كريستيانو يتدخل أمام ليو لكن الكرة تبقى عند ميسي. أرحم الكرة إلى مبابي على جهة اليسار، محاولة لمصارعة ميسي، تحرك بجانب ليو، يصل كرة ليو، ليو الكبير في الليلة الكبيرة، أفضل من يحمل الرقم 10، الفائز بالمونديال. ليو يا عيني ليو، ميسي يا عيني ميسي، هدف أول لميسي، لمسة فغمزة بكرة عرضية نحو نيمار، امبابي، نيمار، 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 نيمار. كفي انه حضور اليوم كان لافت. حلوة 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 حلوة، كريستيانو رونالدو بكرة، يا إلهي فيات كيلور ناماس معاني كريستيانو. وأيضا للبارسا بالنسبة لليونيل ميسي، محاولة في وسط الميدان، سولير تمريرة لإمبابي، وإمبابي بتمريرة خطيرة وفرصة. برافو خيبري، تدخل في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة خلصها أمام ميسي. مبابي يبحث عن حلول، مبابي يحاول اختراق الدفاع أمام أكثر من لاعب. نايمار إلى ليو، مجموعة من التمريرات تصل بعد ذلك، محاولة أقصى جهة اليمين، حكيمي، ليبري أو لويس، طويلة الكرة باتجاه كريستيانو. هذه مشاهدة مباراة اليوم، نهاية الليتل أو لحضور مباراة بهذا المستوى. كريستيانو رونالدو، رونالدو حلوة 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 حلوة، كريستيانو بمهارته عدى. رونالدو هنا يا جماعة، جوستافو رونالدو، جوستافو كرة للمتابعة، وكريستيانو في المتابعة، وكريستيانو مر فيها خطأ حكم، معنى هذه حكم فيها خطأ حكم. الكرة حلوة 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 حلوة، والتمريرة لكن فيها تغطية وتدخل، وبعد اللي ستشهد حضورا كبيرا. كرة عرضية خطيرة لنيمار، نيمار وكرة، برافو لويس، مباراة وحلاوة المباراة. نيمار يا نيمار، ميسي مع نيمار، نيمار يحاول لك البرافو. نيمار، مبابي يحاول يمر، مبابي يحافظ على كرة، مبابي يبحث عن الحلول للبيزيل، وان تو حلوة، ومبابي بتمريرة عدت أمام نيمار. يا الله إيريز، حلوة حلوة اللقطات تصل باتجاه رونالدو لكن التغطية. اليوم الخبرة الكبيرة اللي عند لويس جوستافو وكريستيانو رونالدو، وصوب بتمريرة أمامية تصل إلى كريستيانو، كعب، لمسة حلوة، جوستافو مارتينيز. البارسا اليوم عند ميسي، هذه اللقطة نشوفها، ميسي بتمريرة لمبابي لكن بعيدة. أتكلم على ثلاثي رهيب رهيب للغاية بالتأكيد مع وجود ليونيل ومبابي ونيمار. عندك يا سالم، التورنيدو بيني رونالدو وكرة، الكرة تصل إلى بيرنات، حلوة حلوة تصل بيرنات والتمريرة لكن التغطية. ضاعت الكرة إلى سانشيز، بيني إلى حكيمي، ميسي لحكيمي، وإنتر وفوز إنتر بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. بيني باتجاه مبابي، مبابي 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 حاول يمر بالكرة في التسلل يا كيليان، فرحة لم تكتمل يا مبابي، في التسلل على مبابي النقطة الماضية. إشارة صاتي رونالدو، انتظار سالم، حلوة بالكعب اتجاه سالم، حكيمي في التغطية، روعة كبيرة من جانب ليو، يحاول ليو، ميسي بتسديدة لكنها بعيدة. ضاعت هنا ركنية قوية من جانب ميسي، قوية لمسة، تمريرة، نموذج رائع وناجح هذا بيزي اللي سيطر لسنوات على كريستيانو. الكرة عرضية براس خطيرة لكن عدت، يا الله ركلة جزاء، نعم نعم ركلة جزاء لرونالدو الصافرة من الحكم. بالسلامة إن شاء الله كريستيانو. مع هذه الكرة أمام ناباس، صاروخ ماديرا، رونالدو، رونالدو في ملاعب الملعب.
المملكة من استاد الملك فهد الدولي. الله الله يا صاروخي ماديرا. رونالدو مين اللي كان يتحدى؟ وين اللي كان يتحدى؟ أنا ما أقول أنه سيسجل في هذه الأمسية، لا يمكن أن يمر بشبيب بحصول مشجعين على ليلة بهذا المستوى هنا في المملكة. نعم، ودقائق حلوة في هذه الأمسية، وسجل أفضلية في العديد من اللقطات. مبابي يحاول التبرير لكن برافو البلاي تدخل، ولويس جوستافو سهل للعويس، سهل للعويس لمصاعة بي اس جي في هذه الأثناء. كرة عرضية القائم الأول، اتسار كريستيانو حصل كرة، سعود مرة أخرى البحث عن تبريرة الرد إلى رونالدو، الحودة للبحث عن الهجوم أمام حكيمي. الكرة العرضية خطيرة، الثاني لماركينوس، روعة كبيرة، روعة 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 يا ماركين، بدني وفيها مهارات وفيها أشياء كثيرة. كرة تصل إلى بابي، عدى بابي مر، ذهب بابي حاول إلى اليوم ميسي، تمريرة الرد حلوة، يا ثلاثة نيمار مع مبابي، نيمار إلى مبابي، نيمار مبابي داخل منطقة التسديد، تسديدة لكن إلى كيليان إلى نيمار، اشتغلوا بيسير 1-2 لنيمار، ونيمار تبويه، ونيمار مر وصافرة من الحكم، وتشوف ضربة مرمى لا شيء في هذه اللقطة. في مسيرة تحكيمية يشير إلى وجود ركلة جزاء، نعم والعويس نيمار، والعويس نيمار، والعويس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد كبير يا محمد. صلي بصعد كريستيانو، رونالدو وحده، رونالدو وحده، رونالدو وحده، رونالدو يحاول ينتظر مسانده، وينك سعود؟ تاخر سعود، عبد الحميد عادتي مارتينيز امام هذه اللقطه، وترقب وانتظار وفرصه متاحه، رونالدو حطها لكنها في الجدار، والثانيه في الجسر والهلال. الفرصه الاخيره مع سعود، عبد الحميد بكرة عرضية بالرأس خطيرة، وكرة يا إلهي، رونالدو الكبير، الله 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 يا كريستيانو، كريستيانو يدرك التعادل، أي راسية، أي روعة، أي كرة، رونالدو لم يشبع. ألا ما أقول لكم، احذروا كريستيانو، رونالدو لم يشبع. ليلة كبيرة يا صاروخي ماديرا، مرحبا بك في المملكة. نشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة، نلتقيكم مع انطلاقة شوط المباراة الثاني في هذه القمة. شوط أول ينتهي. شكرا لزميلي العزيز تركي العجمه، شكرا للكباتن الاعزاء في الاستديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. سيداتي وسادتي، شوط ثاني في كوره، متعه اكبر بين هذه الاسماء الرائعه، بين هؤلاء النجوم. القائد كيليان، رساله واضحه للجميع، مبابي سيبقى في بي اس جي، طويله خلف المدافع ليو، الكره الى كيليان، مبابي، مبابي يحاول، مبابي يبحث عن حلول تحرك في جهه اليسار بجانب نيمار، بينيه حلوه لكن اقرب، سهله للعويس، خطيره كانت باتجاه ليو. وبعد ذلك يمكن ان نستمتع اكثر بالاجواء، تدخل من سعود، اصابه لنيمار، بالسلامه ان شاء الله. للمحاوله الفوز المره الاولى بالشامبيونز ليج، تسديده حلوه، والعويس كان اروع، لقطه في منتهى الروعه. هجوم النصر والهلال في هذه الاثناء، كيليان مره من سعود، مبابي عدى، مبابي مر، مبابي تمويل، مبابي يبحث عن الكره العرضيه خطيره، عدى حلوه، وكره راموس، والثالث اثر هذه الليله في استاد الملك فهد الدولي. ماذا يريد رونالدو؟ كريستيانو حطها خطيره، راموس ليو باتجاه نيمار، نيمار نيمار، الخطوره كلها عند كيليان، ميسي تسديده هي صافره، ركله جزاء، نعم ركله جزاء، نعم ركله جزاء على الطرد. امبابي يريد التقدم مره اخرى لبي اس جي امام العويس، امبابي والعويس، امبابي الف
الثابتة المدلل، القائد، النجم، الموهبة، السحر، الأهداف كمل. لكن تغيير تم، تصفيق الجماهير، الحب الكبير لكريستيانو رونالدو. مرحبا بك معنا في المملكة يا كريستيانو، ننتظرك ابتداء من مباراة الاتفاق، سأكون معك في تلك الليلة. ننتظر هذا الموسم الرهيب لكريستيانو في ملاعب المملكة.